التغييرات تبقى مفيده كمان لكولر النهارده. كويس، يعني كلنا قايلين ان في تغييرات النهارده ان شاء الله. طيب تغيير او التشكيل النادي الاهلي ونشوف التغييرات اللي احنا متوقعينها، هيبقى علي لطفي لحراسه المرمى، محمد هاني ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، قلبي الدفاع ياسر ابراهيم ومحمود متولي، ثلاثي خط الوسط اليو ديانج، مروان عطيه، حمدي فتحي، وثلاثي المقدمه احمد عبد القادر، بيرسي تاو ومحمد شريف. مره ثانيه علي لطفي لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر محمد هاني ظهير ايمن وعلي معلول ظهير ايسر، محمود متولي وياسر ابراهيم قلبي دفاع، ثلاثي خط الوسط اليو ديانج، مروان عطيه، حمدي فتحي، وثلاثي المقدمه احمد عبد القادر، بيرسي تاو ومحمد شريف.